شي ابغى يعلمه وش السعي. بيض الله وجه المخرج. الله يبيض وجهك. شكرا يا مخرج. شكرا يا مخرج. شكرا شكرا يا مخرج. بيض وجهك المخرج. شكرا يا مخرج. فاتكم يا شباب. اي والله نطلعكم انتم تاكلون والسوري يدور الورك. مقلب يا مخرج ورنا شاهي عبد العزيز. طالع جيتكم ولا بجيتكم؟ بيض الله وجهك. اي والله ما جاكم صالح وانتم ما اقتنعتوا كمان؟ قمرك انا مشكله اللي خافوا من الضغط وخافوا من المقال. لا انغب اني ابغى اسوق علينا المقلب في البدايه. انا بقول والله انكم انتم اللي انغبنتوا. وادي ليه انغبنا على اساس فاتوا العشاء؟ يا والله المنظم اللي ما يلعب يا محمد. محمد انا المشكله ايش قلت لهم؟ قلت لهم شوفوا فيصل عزوز عزوز انا شاف مقلب محمد مره. لا عزوز عزوز محمد مقلب مضرب شوي محمد ما شفت نفسك كذا. ايش قلت لكم؟ قلت لكم فيصل راح ما رجع. قبل لا تسوي حق دقيقة افا فيصل ما قلت لكم فيصل راح ما رجع يعني ايش؟ شوف علينا يا اخوياك عشان دجاج. حتى المخرج ما بحولنا اصلا ضيع الصداقة عشان دجاج. تشوفنا المخرج يقول لك تعال حتى ولا اجيب لك قسمه ابيك حتى ريال. لا بين وجهك راح نبههم يا الله. ماشي يا ابو سعيد الله العظيم خسارة طلع عليهم والله خسارة. والله انا كل الرفيق على الرفيق ملأ ما لكن ايش والله انا كله من الرجال ديبان طير شلوة احمد هو اللي قال طلع لهم الاكل. السالفة جانا محمود قال ان محمد راح عند صالح وقال تكفى والله ان ما ضبط المقلب تكفى ما عدلنا الدور الاساس جيت وطقت انا مسافة. ايوه ليش ما تطلع مع الباب؟ والله قال محمود شفتوا مجيكم حاطين صحون هنا شيل اقول لك مولي ما نسيتك وما دقت شيء قبل اقول لك. وقلت له انا قلت له بس ايش خايفين من محمد خايفين من المقلب من عندكم؟ لا ما احنا خايفين من المقلب ضعيف. مسألة بسيطة جدا تبي المعادلة ما تحتاج شيء يعني جامد والله وجهك يا محمد ضحكتنا والله. اي والله ضيعتنا قبل كلنا غريبة لا والله ضحكتنا يا من ضغطت انت والله يا ضحكتنا ضغطت والله لا بالمنطق جو لا بالعقل جو لا بالفقه جو لا بالمذهب جو. محمد والله مجيد كانك حطمه شكلي بكره والله ودي ثلاث ايام ثلاث ايام وثلاث ايام كان لونه ابيض وش بقى احمر جوكيت كان بيج يا منطق صراحه بقدر ما يغلي دمي منكم. استغفر الله العظيم عزوا البعض يعني ضغطتوني حسيت عليكم قفطنا عزز البعض قفطنا محمد كونان. الله والله كنا والله كنا في قمارة اللي انت ضربنا لك في موقف بايخ بايخ. لا والله انت اللي بتحط نفسك موقف بايخ يوميا. اقول لك احنا نطبق بس احمد ربك يا صالح ان المخرج جاب لكم لقطه ولا كان جلست هناك ولا عشان خلص. على فكره ترى عيال ما حد يجي صالح واحد يجيب راسه لان الصوره تاكدنا وجينا عيال اطلبوا هنا الناس وصلنا هنا ما حصل شيء رجع مقلبنا ما زالت ورجع مره ثانيه نرجع من ضغط شوي منه يجي عشاء ما مقلبتك عليه لكن امس مقلبتك على حاله بسيط سحبتك من شو الحاله دي حد سوى حاله اصلا اي داحل طقطق على منصور اي منصور ما حد صح ما سوى ما حلا ما سوى حلا حلا ما حلا ما ضبطت وياك ما عليه. علي ما رجعت. لا نصلح بعد ننظم. اسمع ننظم ها. تبون اخصم عليه؟ صدق ودي مقلب خايف. من الغبنة ودي. والله. عادي اعترف يا محمد ساعة ثواني. عادي الرابع ما اعترف. يومك يومك. ايش تبغى اعترف عليه؟ القوة القوة الثانية حقه موجود. مقلب. الله يسلمك يقول. قبل الله يكسبك. ورجعت تعبان جيت لهنا ورجعت لهناك وجيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذب احمد 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 معلش اسمع انا حاولت اقنعهم بالمنطق ما جو حاولت اقنعهم بالعقل ما جو بالمذهب بالشريعه ما جو تبي بروفايلك اليوم اقول لك اقول لك اذا اكبر دليل جالسين 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 كله خوف من محمد كله خوف ادري ادري واكبر دليل اكبر دليل انه مشى المقلب فيصل من قرب جاي يوم يخوف محمد يوم لا يعني هو مصدوم ايوه الاكبر لحظه ايوه الصدمه وليد وليد كمان وليد ما لي دخل ما سويت والله واضح انك شايل بقلبك غبنات الى بكره هذا هذا غبنات وعسلات محمد محمد حلوه حلوه وليد كمان وصالح كلهم قاموا خلاص يكفي اشكرك والله تثقون بي وين علي علي كلكم يا خويك هذا خويك صالح هذا طاقت والله كمكم ينام والله كم يعدون ما باقي على ربع ساعه شايلين ما باقي تسع دقائق اطول مقلب في الحياه خلاص ما ضبط معك اقفل
عليك الله. هذا مزلزل انت. انتوا ليه؟ صالح انتوا بالعاده اللي ما يتمقلبون اللي ما يتمقلبون اللي ما يتمقلبون يسكتون. ما عاد يجي اصلا. لا بالعاده اللي ما يتمقلبون يسكتون ما يقعدون يتكلمون بالموضوع خمس. انا معاك انا اخته. كل ما قمتوا انتوا تناقشوا بالموضوع. ليه ليه ليه؟ خلاص مقلبه مش عليك. حسسوني انه لا تكذبوا. والله تعال كل ايش بك مغبون تحصل المقلب انزل الحين ايش الاكل هنا محمد ابو محمد ترى رجال بيجي سكر دام مش معنا الله مستعد خلاص شيل هم شيل هم اخوياك بالضبط بسبب الله يسامحكم شيل هم اخوياك يا رجال والله شو حتى قام اذا تبغى تمقلبنا اعطني غمزه ومالك شو مضبط زين الحين تبغى والله والسلام ابو محمد جاب لي مشروب العب لو اني ذات الاخوك ما انغبت طالع طالع انا هذا اخوي لا تضغطه خلاص الله يسعدكم الله يسعدكم التعزيز مره معززين يا شباب تهدي اعصابك انا قوه ثانيه انا ملاحظ انكم انتم من ضغطي ايوه فعلا هم من ضغطين يتكلم صدق صدق هم من ضغطين لحظه من يوم جيت وانتم تتكلموا والاعتراف طبيعي والاعتراف كذا يعني يتعشى طبيعي كذا شوف التعشى بالذنب فضيله لا يتعشى ويورد وياخذ ايوه شو شال الجاني حتى ما درى ها لا 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 انا اقول الحقيقه الله شوف يا صاحبي اي والله لو جمعنا قصدك يا مو اللي عزوز اللي معه ما ادري انا اللي برا ما اعرف هذا اللي شفته هذا اللي شفته ويلا يلا يا مخرج عطنا صوره الشاي اللي في الشيبر يا شباب شكرا خلاص هديت الواحد نايم في ذلك من اللي معك في واسطه في واسطه منظم طال عمرك والله طلب هنا نحول احمد اللي طلب اقول لك ايه ترى اقول لك يا صالح اي والله صالح عز ترى احمد البحريني هو اللي طلب انه ينعرض عندكم هناك هو اللي طلب ينعرض عندكم هناك صراحه هو اللي طلب قلت له لا 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 انا عطنا بالله صورتي وانا اكل لا غشمر غشمر خصم 70 30 حنين علي كان كم يا خصم ذا الحين اي والله هو راقد راح يرقد عشان الخصم تدري ايش ميزه كم كمي على الاسبوع؟ ان المنظم معه ما يخصم على علي لان لا خصم يدري اني اخصم على نفسي بالله لا والله خصمت على نفسي انا اليوم وش مسوي؟ ايش سويت؟ خساره ما ندري الشباب اللي في المجلس صدق؟ ايش سويت؟ لا والله انا دورة شو اسمه حضرت بس تقريبا خمس دقائق منها ومشيت احمد ما ندري خصمت على نفسي احمد سعود لم يحضر والله العظيم ورقه ورقه كنت هذا باب العدل الحين ايقنت الحين انا من باب العدل هذا والله مو سعد الكذب لا احسك كذا بما انك كنت موجود بعدين مشيت واضح انك انت تبي توضح انك انت تعدل مو سالفته كان عندي شغل قاعد اقسم ملابسي والمعلومات اللي قاعد يشرحها الدكتور كلها فاهمها من قبل كمبيوتر ملابس اللي من الصباح في الغساله بعدين هي ملابس البشت ملابس وملابس بشت اي بشت البشت اللي داخل الساعه بشت الفوطه ذي مو بشت البني ايوه فوطه فوطه والله يا ابن من الصباح يا الربع من يوم والله العظيم غساله وداخلها اقول يا ولد صدق على الناس والله والله استغفر الله والله اني اقول ما خلص انا حاط شنطه فوق دعيت عليك انا ترى قال عصير قال عصير قبل اسكر ما ادري ايش السالفه ترى قال عصير قبل اسكر احمد هلا اللي في المجلس ما لدينا علي الكلثمي وحمد ومحسن ومعاذ ما جو ما تعشوا تدري انا مخرج تدري تروش انا وفيصل راوني راوني علي هو راقد الخبز لا علي صاحب مسكين يبغى ينام عشان المطبخ وجالس نتروش انت يا مسكين ماني صاحب انا ما ادري ناس على اللي يصرخ الله على الناس الرايقه الله على الناس منصور طلع قال وش الغساله ذي وش المنشفه ذي قاعد ترجع اي انا والله ان الشامبوات اللي فوق طاحت علي وانا تروش كذا مو فيه مو فيه ترى هذا صراحه توقعت ان حقت علي الكلفي تدري ليه؟ مكتوب عليها